النهارده احنا بنضرب نموذج بسيط جدا لنعبر بيه عن امتناننا وتقديرنا لرجال القوات المسلحه والشرطه المصريه. هي الفكره بعد ما سمعنا عن بطولات وعن دور رجالنا واللي بنسمع عنها في كل يوم وبنسمع وبنشوف التضحيات اللي بتقدمها القوات المسلحه والشرطه المصريه علشان نحمي هذه الدوله، كان لازم نقول حاجه، كان لازم نعبر ولو بشيء بسيط جدا عن امتناننا لهؤلاء الابطال. فطبعا حابب اكرر شكري وحابب يعني اقول لكم الحمد لله على كل حال. حابب برضه اقول ان ربنا لا يعطي اصعب المعارك الا لاقوى جنوده. الله لا يعطي اصعب المعارك الا لاقوى جنوده. والحمد لله انا فرحان وفرحان بالخير اللي جالي بعد الاصابه. يعني الاصابه دي حاجه لا خسرتني ولا قللتني ولا اي حاجه، الحمد لله ده الخير اللي جه بعدها انا ما كنتش متخيله. انا ما كنتش اتخيل ان الخير. طبعا في ناس تقول انت هتسيب الوزاره مش هتسيب الوزاره، لا ده الوزاره بتخليني في مكانه احسن من اي حد في الوزاره. قالوا عنها خير اجناد الارض فاتخذوا منها جنودا. اقرأوا التاريخ واسمعوا جيدا عن عمالقه مصر وعن مصر العملاقه. عيشوا فيها بأرواحكم وبعمق لا بسطحية. مصر قيل عنها هي وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. مصر لو رأيتم ما يدور من حولنا لعرفتم أو لعرفتم قيمة مصر وقيمة القيادة وما عملته وما ضحته. وأن في هذه الفترة الزمنية التي تشهد فيها الجامعة ازدهارا في كافة منظومتها، أتقدم لكم جميعا بالشكر والامتنان أيضا لضيوف الجامعة من خارج الجامعة وأرى بعض رجال الإعلام الذين شرفونا اليوم، فأهلا بكم جميعا على أرض الجامعة. مرة أخرى أتقدم بالشكر العظيم والامتنان لنجم هذه الاحتفالية النقيب فادي أمجد. كل الشكر لك، كل التمجيد لك، إن شاء الله مستقبل باهر لك في خدمة هذا الوطن. شكرا لكم جميعا، سعدت بكم، أرجو أن نقول قد أسعدناكم. لكم جميعا التحية ولمصرنا الحب كله. أضيف من جامعة سوهاج. هو رفع معنوياتنا، هو رفع معنوياتنا احنا كلنا.